جالي على التليفون تاني دكتورة نداء داود. تمام. طيب دكتورة نداء، مساء الخير على حضرتك. نوري فهم، زي حضرتك. اهلا بيكي وتحياتي للزميلة الإعلامية المتحدثة الرسمية للجنة العليا للأجيال الأستاذة سهى إبراهيم. اهلا، ازيك يا سهى؟ اهلا يا نداء، مساء الفل عليكي. كل سنة وانت طيبة حبيبتي. كل سنة وانت طيبين ورمضان كريم علينا وعلى الأمة. الله وعلينا جميعا يا رب. علينا كلنا يا رب ان شاء الله. دكتورة نداء، يمكن الأستاذة سهى كانت بتتكلم في جزئيات مهمة جدا، وبنتكلم في الدور اللي أديته لجنة الطفل مع الأطفال في الفترة الأخيرة والمسابقات والأعمال الفنية اللي تم طرحها. أنا بس عايز أعرف، أكيد الشغل ده خد منكم مساحة وقت كبيرة جدا، لكن هل كنت تتوقعي ردود الأفعال والأعمال الفنية اللي تتلقتوها خلال الفترة الأخيرة من الأطفال وأعضاء النادي في هذا الشأن تحديدا؟ ده حاجة. لا والله، رد الفعل كان حلو قوي، كان اسعدنا جميعا، لان احنا فعلا احنا اخذنا وقت كتير جدا وفي جهد كبير الحقيقه، من اول ما الانديه كلها اتقفلت، والمهندس وليد مبروك كان هدف واضح بالنسبه له ان هو كان يبقى في تواصل كبير مع الاعضاء علشان نعمل حركه توعيه للاعضاء كلها بصفه عامه، ونلاقي لهم وقت كبير لكل اللجان بصراحه، مش لجنتنا احنا بس. وكان ده دعم كبير جدا من سياده العميد محمد مرجان، ان هو كان يوفر لنا كل حاجه ونقدر نوصل المعلومات للناس ونوصل لهم المسابقات دي. فالحقيقه اول ما بدانا موضوع المسابقات للاطفال ما كناش متوقعين العدد ده، وخصوصا رسم اللي هي مسابقه الرسم، وصلنا اكتر من 200 رسمه. يعني احنا تعبنا وتعبنا بجد في الاختيارات، يعني الحمد لله رب العالمين. يعني لا، والشغل ممتاز بصراحه، يعني عرضنا بعض الاعمال الفنيه على الشاشه، لا حاجه هايله، فاعمار سنيه كمان صغيره جدا. احنا علشان نعمل ده اخذ مننا مجهود كبير، لان احنا عملنا لجنتين للمرحلتين، وكان معانا الحمد لله متخصصه في الموضوع. احنا كان المفروض هي تبقى معاكم النهارده في المداخله كمان، دكتوره نهله. دكتوره نهله دي دكتوره في الفنون التطبيقيه، واحنا حبينا ان هي تبقى هي المتحكمه في الاختيار، لها وجهه نظر ان هي تقدر تقدمها في الاختيارات. ان هي كانت حابه ان الاختيارات دي تكون من الاطفال نفسهم. يعني دي حاجه مبدعه من الاطفال عشان نكتشف المواهب، ونقدر بعد العوده باذن الله نستغل المواهب دي ان احنا نقدر نعمل لهم معارض بعد كده وننميها، ونقدر يبقى في تواصل بيننا وبينهم، قدرنا ان احنا نستغله في فتره الحظر دي. طيب جزء ثاني برضه مهم جدا، الاهلي كيدز جود تالنت، يعني فكره ان انتوا تروحوا للاطفال في مرحله سنيه صغيره جدا، لكن كل طفل عنده موهبة إزاي يقدمها ويتم إرسالها ليكوا عبر أونلاين، حصل إزاي؟ وهل كان في مثلا يعني الأطفال هم بيصوروا الحاجات دي أو بيعملوا المواهب دي، تعليقاتكم عليها أو لما جت الحاجات دي كانت، أنا عايز أعرف بس الأجواء والكواليس وقتها، لأن أكيد لما أشوف مثلا ولد زي أو طفل جميل جدا زي كريم محمد وقف على الكورة مثلا لمدة زمنية طويلة، أكيد ده فيديو مدته طويلة جدا، وتحكمه وسنه، أنت بتتكلمي من سن 6 لـ10 سنين. بنت مثلا زي نور الهدى عملت شو للعرايس المتحركه، لا مواهب ما تعديش كده، وغنى وعزف، واللي كانوا بيغنوا كمان، وليلى كانت بتغني صوتها كان جميل، وعزف وكورال، لا في مذيعات كمان ظهروا نوعنا فعلا. الحاجات دي احنا حبينا بقى ان احنا ندي لكل حاجه، كان يعني زي ما اقول لحضرتك كده ان احسن حاجه في كل حاجه. بقينا نختار بصراحه، كان الموضوع بالنسبه لنا كان صعب قوي ان احنا كنا نختار ايه الاحسن، لان كل حاجه بصراحه. وعلشان كده انا عايزه اقول حاجه مفاجاه كويسه للناس كلها، اتفضل. ان كل المشتركين في المسابقات كلها المهندس وليد قرر ان هو يكرمهم كلهم بالظبط، يعني تكريم المشاركه. بالظبط كده، كل المشتركين يعني ال 200 اسم اللي اشتركوا في التربيه الفنيه ان شاء الله هيتكرموا وهياخدوا شهادات تقدير. مفيش فايز وخسران بصراحه، لا خالص خالص، الهدف المشاركه. احنا عندنا يعني احنا بنحب الابداع اصلا وبنحب المواهب. بالظبط كده، بالظبط كده. فكله ان شاء الله هيتكرم. الاسماء الفايزه دي هي بس يعني زي ما نقول كده، يعني لازم يبقى فيه احسن الاحسن يعني، فهم كلهم حلوين وكلهم جمال وكلهم موهوبين، فان شاء الله كلهم هيتكرموا، وكلهم ان شاء الله يشرفونا في المعرض اللي هنعمله باذن الله بعد كده ان شاء الله. بس دولت يعني كان يعني زي ما اقول لحضرتك كده، الافضل فالافضل يعني، فان شاء الله يعني ربنا يعدي الايام دي على خير، ونشوفهم كلهم على خير باذن الله، ونستعد بقى لشهر رمضان باذن الله كمان يا رب ان شاء الله. في مفاجآت، احنا بنعمل اجتماعات اهو دوريه على طول، يمكن استاذه سوا معانا بالظبط. هنبدا نسالها بقى، نشوف الافكار اللي جايه. مش عايز احرق كل المفاجآت يا نداء، لكن هنقول ان شاء الله. ان شاء الله في خطه حلوه في رمضان ان شاء الله نقدمها للاطفال على مدار الشهر كله، في ان شاء الله حاجات هينبسطوا فيها، وهنقدر نستغل الشهر الكريم ان احنا زي ما اكتشفنا مواهب ولادنا اللي احنا ما كناش عارفين نكتشفها في ايام اللي قبل الحظر، هنقدر في الفتره اللي جايه دي نستغل ده علشان نستغل الطاقه الايمانيه اللي موجودة عند الأطفال ونقدر نخرجها منهم. بالظبط. طيب آخر سؤال، هل اخترتوا في موضوع المواهب تحديدا، اخترتوا بقى شخصيات أكيد عندها خبرات في الاختيارات دي، يعني العرايس المتحركة، الغنى، العزف، أكيد
المذيعه اكيد ممكن طبعا الاستاذه سواء اكيد هي اللي بتختار بقى. لا والله انا كنت بعيدة عن الاختيار خالص. احنا كنا بنستمد برضو الطاقات الايجابيه عندنا من المهندس وليد معانا في الجروب، واستاذه ريهام طبار معانا، والحقيقه برضو اللجنه اللي معانا يعني الحمد لله احنا عندنا التصنيف، عندنا تصنيف يعني زي ما قلت لحضرتك عندنا دكتوره نهله فنون تطبيقيه، عندنا برضو تخصصات تانية مختلفه بنقدر نستوحب منها الخبره ان هم يقدروا يدونا مجالاتهم شكلها. عندنا برضو مثلا مهندسه، عندنا استاذه نهى دي مدرسه اطفال ومدرسه كيجي، فطبعا هي قادره تستوعب الاطفال دول بيبقوا محتاجين ايه. تمام. عندنا علا بتشتغل طبعا برضو في تنميه مهارات الاطفال وفي اللايف كوتش، فبرضو بتقدر تستوعب الحاجات دي. عندنا دكتوره دينا بتشتغل في حاجات اطفال برضو بس بشكل غير مباشر، يعني بنستفيد من خبره كل عضو من اعضاء اللجنه عندنا الحقيقه يعني. شيء رائع. وطيب لجنه متكامله حقيقه دكتوره نداء. الحقيقه برضو حتى مقرره اللجنه يعني نهله وهي بتشتغل بتقول انا طلع عندي موهبه كبيره، رشا مقرره اللجنه طلع عندها لمسه فنيه هي نفسها ما كانتش عارفه، وهي بتختار ان رشا طلع عندها موهبه هي كمان يعني. فاحنا اكتشفنا بعض جوه بعض في فتره الحظر احنا كمان يعني الحمد جميل لله. جميل. شكرا جزيلا دكتوره نداء، شكرا جزيلا لحضرتك.